تقع موريتانيا شمال غرب القارة الإفريقية، يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر، ومن الشرق مالي، ومن الجنوب السنغال ومالي، ومن الغرب المحيط الأطلسي بطول سواحل يمتد إلى 650 كيلومتر. عاصمة موريتانيا هي نواكشوت. تبلغ مساحة موريتانيا 1,000,000 كيلومتر مربع، وهي بذلك تحتل المرتبة 29 عالمياً والخامسة عربياً من حيث المساحة بعد السودان والجزائر والسعودية وليبيا، وهي أكبر من فرنسا مرتين، بينما تزيد عن مساحة ألمانيا 3 مرات. يبلغ عدد سكان موريتانيا حوالي 4,649,000 نسمة، وهي تحتل المرتبة 127 عالمياً من حيث عدد السكان. تعتبر موريتانيا من الدول التي يسودها المناخ الصحراوي الحار والجاف، حيث تصل درجة الحرارة في فصل الشتاء لمعدل يتراوح ما بين 12 و 28 درجة، أما في فصل الصيف فتصل إلى معدل يتراوح ما بين 27 و 42 درجة. الزراعة في موريتانيا متنوعة، بين أرز حيث بلغ إنتاج هذه المادة سنة 2018 أكثر من 322,590 طن، وهي تعتبر من أكثر المواد الغذائية استهلاكاً، إلى جانب الحبوب 428,000 طن. كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تقدر بحوالي 3,000,000 نخلة تنتج كميات معتبرة جداً من التمور، حيث بلغ إنتاج البلاد من هذه المادة قرابة 65,000 طن. وبالرغم من هذه الزراعة المتنوعة، فموريتانيا تستورد 70% من حاجاتها من المواد الغذائية. يشغل قطاع الفلاحة 50.61% من إجمالي القوى العاملة الموريتانية. أما قطاع الخدمات فيشغل حوالي 36.27%، في حين يشغل قطاع الصناعة 13.12% من إجمالي القوى العاملة. تحتوي موريتانيا على عديد الثروات المنجمية كالفوسفات والنحاس والذهب، وتقدر احتياطات موريتانيا من الذهب ب 25 مليون أونصة، كما يبلغ احتياط البلاد من الحديد أكثر من 1.5 مليار طن. تنتج موريتانيا 13 مليون طن من معدن الحديد، فيما تجاوز إنتاج النحاس 31,000 طن، وبلغ إنتاج الذهب أكثر من 310,000 أونصة. تحتل موريتانيا المرتبة 12 عالمياً والثانية إفريقياً والأولى عربياً من حيث قيمة صادرات مادة الحديد. الصادرات الموريتانية نحو دولة الصين تصل إلى 48%، تليها إيطاليا واليابان بنسبة 7%. أما الواردات فهي أساساً من الصين بنسبة 13%، ثم هولندا بنسبة 10%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8%. تمتلك موريتانيا مساحات رعوية شاسعة وثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، تقدر بنحو 22 مليون رأس، منها 1.4 مليون رأس من الإبل، 1.8 مليون رأس من الأبقار، إلى جانب 19.3 مليون رأس من الماعز والظأن. وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5% سنويا. تمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و 29% من الميزانية، ونحو 50% من مصادر العملة الصعبة. إذن موريتانيا تنتج كمية وفيرة ومتنوعة من السمك، ولكن الغريب أن هذا الشعب الموريتاني عرف بعدم رغبته وحبه لاستهلاك السمك. يبلغ معدل أمل الحياة عند الولادة في موريتانيا 65 سنة، في حين يبلغ معدل أمل الحياة في هونغ كونغ 85 سنة، في حين يبلغ معدل أمل الحياة في تونس 77 سنة. تحتل موريتانيا المرتبة 132 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2019، في حين حافظت سويسرا على المرتبة الأولى عالمياً، بينما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً. في موريتانيا نجد طبيب لكل 4,000 مواطن، نجد في موناكو طبيباً لكل 141 مواطن، ونجد في تنزانيا طبيباً لكل 125,000 مواطن. تبلغ نسبة انتشار الانترنت في موريتانيا 30%، بينما تبلغ في تونس 64%، وتبلغ في النرويج 98%.